انتقد بوتين السياسات التي اتبعها لينين، وذكر أن لينين زرع قنبلة ذرية داخل روسيا. ووفقا لما ذكره بوتين، من الصحيح أن تدير تدفق الفكر، لكن من المهم أن يؤدي الفكر إلى النتيجة المرجوة، وليس كما حدث في حالة لينين. في نهاية المطاف أدت الفكرة إلى انهيار الاتحاد السوفيتي، وكانت هناك العديد من هذه الأفكار، الحكم الذاتي وما إلى ذلك. لقد زرعوا قنبلة ذرية تحت الصرح المعروف باسم روسيا، لقد فعلوا ذلك في الواقع وانفجرت في وقت لاحق. وفقا لهم لم نكن بحاجة إلى ثورة عالمية، وكانت هذه هي الفكرة في تلك الحقبة. لأول مرة منذ 150 عاما انتقد سياسي روسي لينين واللينينية والثورة الشيوعية الروسية والشر البشع للدولة البريطانية العميقة. متى فعل ذلك؟ بعد البيان الذي أدليت به في اليوم الآخر، لقد عرضنا صور منزل لينين في لندن، وكشفنا عن انتماء لينين للدولة البريطانية العميقة، وقد أرسلنا الوثائق إلى الأطراف ذات الصلة. وبمجرد أن أصبح الأمر واضحا جاء البيان العام. لم يتم انتقاد الدولة البريطانية العميقة مرة واحدة في تاريخ روسيا كله، ولا اللينينية والثورة. في الوقت الحاضر يجري حاليا إصدار بيانات متعاقبة ردا على ذلك. بدأت الدولة البريطانية العميقة مرارا وتكرارا مهاجمة روسيا، يسقطون الطائرات الروسية ويغتالون الدبلوماسيين الروس واحدا تلو الآخر. في حالة الهيجان الشديدة فإن الدولة البريطانية العميقة تنفذ كل أنواع الأعمال الخاطئة ليرها العالم بأسره.